والسجر كما هو معلوم منه محمود ومنه مذموم، أما محموده فهو تناسق الفواصل واتفاقها من غير تكلف لتزيين الحق، وهذا من البلاغة ومما يحمد في الكلام، وقد جاء في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في كلام الصحابة، وجاء في كلام العلماء، فلا عيب فيه في الدعاء ولا عيب فيه في الخطب ولا عيب فيه في المحاضرات والكلمات، بل هو محمود وطيب ما دام أنه تناسق واتفاق من غير تكلف، وأن فيه تزيينا للحق وتقريبا له إلى الأسماع. أما السجر المذموم فهو السجر الذي يكون فيه تكلف واجتلاب للكلمات في غير محلها، أو يكون من باب تزيين الباطل، من باب تزيين الباطل. ولذلك يقول العلماء السجر المذموم إما للتركيب وإما للمضمون، إما للتركيب إذا كان فيه تكلف كما يفعل الكهان، وإما للمضمون إذا كان السجر لتزيين الباطل، لتزيين الباطل. ولذلك يقول العلماء البلاغة المزينة للباطل مذمومة. ولذلك إذا رأيت رجلا من أهل الباطل بليغا فلا تمدحه، فإن بلاغته مذمومة، لأنه يزين الباطل للناس بهذا اللسان، وهذا مذموم والعياذ بالله. إذن ينبغي أن نعلم هذا أيها الإخوة حتى لا نخلط بين الأمرين، فإن بعض طلاب العلم إذا سمعوا من عالم أو من خطيب شيئا من السجع الطيب عابوه، وقالوا إنه يسجع، يسجع في كلامه أو يسجع في دعائه أو نحو ذلك، وهذا على إطلاقه غير سديد، بل إذا كان من النوع المحمود فإنه لا حرج فيه، أما إذا كان من النوع المذموم فإنه يجتنب.